احنا الحمد لله رب العالمين موريتانيين، وباتنا خلقوا في موريتانيا، ودشرتنا وبلاد خلاقي فيها نعمة، ولاد حوض شرقي. يعني احنا جدودنا جاوا من ماسنا تشيت، وأدنا كأننا كامل لا بينا تشيت ولا تنعمة. وحق المبابا جدودنا وباتنا الله مرحمة موتانا ومتاج المسلمين فرقة، لقد نحن مولي الحمد لله ما يربينا مع فرق فنانين كيف تنقولوا الحنبالة فنأمة، وخوتنا قام ما نقولوا مبينا فرق. وعلى كل حال فنانين موريتانيين ومعروفين استاهل. يقول عندنا شيء ينقالوا تجنيد بجانب الكحلة، ينقالوا تقرى هذه بجانب الكحلة، بجانب الكحلة شي منه وشي منه في البتيت شي منه في البياض، ذا كان مخلط عندنا. وفطننا مولي لاتنا مولي نختاروا مولي نعدوا ذا كامل نقدوا لاجب ونقارف ذا كامل الحمد لله رب العالمين. نقدوا مولي لانقوام مسيني كارين بيتو ذا كامل الحمد لله مولي يقر. أولا بقى نقدموا بقى فن احنا هذا المبابا اللي هي تقرأ ربينا فن أما وكبرنا في وقرينا في هذا الفن وقرأنا والدينا الحمد لله وشاكرين. بعد أولا بقى قرأنا القرآن بقى الحمد لله، والمدرسة حضرك بعضنا مولي ذا الحمد لله الحمد لله وشاكرين. وذا الحمد لله فرقة معكم اليوم فرقة كبيرة أولاد مبابا، هذا أنا المتكلم مبابا والمحمد والمبابا الملقب والمبابا، وهذا اللي عنده يزف قالوا يبا والبكر شيخ والمبابا الملقب والمبابا، وهذه الآن ده ميكروفون قال حينا من تمبابا الملقب من تمبابا معروفة على الساحة إن شاء الله الحمد لله دائما مع الفنانيات إخواتها وصحاباتها من أند قرمي إلى فيروز إلى منيتو، هذا كانوا إخواتها دائما جاور معهم الأرس ومعروفة الساحة. وذلك شكرا لك على كل حال، لأن أتلك شوي من فن إحنا هذا تقليد وأصيل أنتم هاي الأصيل ماشي فيه أخويا خبطه ينقال كونو كونو وكونو هذه ما كانت خالقة إلا خالق جدنا كان قاعد تحت صدره يتأنس تجنيته ثم هو ألمشي ملاجات وطير طير هذا جاب من فوق راب ملاجاته ونزل نزل قدامه نزل طير هاك خرص في الطير وقال الطير كانوا يتم يقبقب ومرة يطير مرة مولي تورني تورني مرة مولي يجي مكرسة مرة مولي هش كمامه قد الله خرص فيه قام قد يخبط نزيل الطير وحركاته وكونه أيضا كلام زير والله كلام والله كلهم كلام مبارك مولي إن قالوا كونه أنا كونه طير يسموه حنا زير طير يا طير عاد وصيح بس ما كونو وخبط على حركة الطير وعنده حالات خاصة سمعتني هذا هو يجي في كونو وكسبان عند والدينا في جنب مولي هاي جنب الكهل كونو اللي في جنب بقى يقولوا كونو القابلين مولي يقولوا كونو عند حنا كونو بجنب الكهل أنه ما كونو وكنو عند البيضاء معروف رقصة لا واحد هذا واحداني ما بينه فرق عجيب ونختار عقب إن شاء الله دول عنده حالات لها شويته ياك الناس تعرف طير كان ينزل وكان يقوم وقت ينزل وقت يعد حركاته أنا هنا عندنا رقصوها أترقص عندنا رقص عندنا معجزة أت الناس ترقصها ومن الجوار كده والدين يقولوا خبطونا كونو كونوا يقوموا رجال صا يرقصوها يرقصوا مو الآلات بحوالهم ويرقصوا رجال كيف ينعتوا كي أرقص كونوا لكن لابد من أدراك حالات ياك نعرف كنت اختار أدراك حالات أني حينا من تمبابا هاي يبا يخبر هاي كونوا وقالت قلني حينا فهميمة تميمة تميمة طوار هذه تميمة كيف تحال يأكل حبات المزرعة تميمة ذاك فاله هو اللي نقوله لحنا خروصتنا يقل عادي قلنوا بألياتنا الإبداع تبارك الله الإبداع بعد حين ندورك تعطينا شوي من ذاك حين لا يتنعتنا اللي قال مبابا سلام الله يا وني كنا تجوس يا وني نانا جيكي ويلي بوشي بنانا
يا ولينا انا جيجي ويلي وشيبنا والله اللي سكنك رسالة المشاهدين على الحلقة هذه الراسي أولا وهذه الجمهور على القناة الثانية وهذه الجمهور أهل مبابا وهذه أهل النعمة وخاصة حي ديلبا مبابا هذا الإبداع هذه الرقصة اللي عدلت لنا ذو الحركات هما نفس حركات الطير اللي عدل حركات عدلت نفس حركات الطير كما يطير كما ينزل كما يزقنن وكما يهشي رشاته رشانو رايده شنو الله ينقال كونو هذا اللي لا يتخبط لنا ورك شنو يعطونا خبط ورك يخبطوها والدينا وجدودنا نود الأرس رايحة الأرس رايح الأرس إرسان مروح أيدنو هي كارا اللي هي ينقال لك كارا يعدروها بتشيت ويعدروها ولاته ويعدروها في نامة وقلنا لي والدينا روحوا الإرسان تود الأرس هوك والأرس هوك ملامة وقاموا واقفين قام تينتين والاخوات قالوا هانتوا تبادروا لان ما انا قاعدين هذو حالة بينا استخفاف نمشوا وانت معنا هو نتخافضوا وذا كاملتوا وروح نسال ولي ادلك يبا حلاس من ذا وتقاني لك حينا متن بابا تالي لكر السادة المشاهدين على ذي الخبطة اللي لا خبطوا النظرك يقال لها كارا خبطة تقليدية عندهم Thank you.
لنا والله ها هي روح الانسان من عند ما سلمت شيت الى انا ما الى ولات ها هو ادس نحن هالمبابا نروحوا بالارسال حساب بقى تطورنا تطور جديد عندنا قديم حقنا لوالدينا وجدودنا وجابروا باتنا مع اباتهم هو هذا كلا ينقال تروح لي ارسال ودقاون واقفين تجوات واقفين هوك والارسال واقفين هوك انت واحد من انت واحد انت واحد من امشري من احنا قاعد ما طول نوفي لما للعرفة التالي عندكم فيها مزانة وعندكم فيها التالي والله عندنا فيها أوزانة أيدينهما أيدينهما كيف نقولوا وعندنا في قصر كيف بارزان بلا كيف بارزان نقول قصر شان حمى الله قصر شان حمى الله أصلا يدور شيء في الأوزان شوي وفي عندنا شيء ندخل في كيف شيء في أيام قصر قصر شان حمى الله في أيام في كيف في قصر غير أول شيء نحن هذا بابا هذا مولي النور ولا شيخنا ما الله حنا مولي جاونهم فنانينهم الشيخنا بالخص ودونك عندنا مولي باتنا مولي أرباهم أم خرجهم أم إلى اليوم هذا بريدن قال نور نور
بلاد شي رحمه الله ولا ادري شي يكون مهل بابا غير عندنا خابط هذا هو اختار لك خاتومي لكن خاتومي وراك هاي راك دنا تديني ترك فاش هاي تيني ترك في الخبطه اللي قال دنا دنا زاد نقول احنا كيف تراجعي ود هو يقول لك مبارك كما في مامبي في فرا ما انا مامي كيف لكن انا ابقي رقاش لبيك خلي انك رقاش لبيك دنا رقاش مفلوش ورقاش فارش ورقاش تارفنو معاك وانسان معاك حر مولانا وفي الفايدة وفي المروة وين تكير راسو وين تكير مولي الطاهر اللي اهم لي كيف العرب الاولي هو اللي نقولو دنا كيف ما في ما بقي لي بقيك وخلي الماء يبقي كلام مبارك لا مزيد كيف ما في ما بي في فراغ ما انا ما منتي في ابقي لك اجي بقيك خلي اخر اجي ما يبقي هاي خطه قال دنا اللي نقولها في شوي حالات قال لي حينا في شوي هاي دنا مولي لا كيف تكونوا ترقص كيف بقول لك يسكون العدس انا كويس واحد كامل يقر هاي دنا لا هي قصتها وهذا مولي كل قصته Dubena idana mate na folo bete chama fe dana madundoe na wani na fai gardana ma ذكر السادة المشاهدين على أن تنهونا الليلة هذا الخبط والمبابا ما يقدر يخبط تبارك الله يبا ومبابا وذي اللي قلنا تحيننا ما يقدر وقلنا به الزين تبارك الله هذه الدنة طرحوا فيها شيء ما يقدر ينطرح تبارك الله حين مرحبا بك سهلا معنا في برنامج في بيوت الفنانين حين مستسقيرة مكاني نهولك من الفنانين الموريتانيين ممكن تتحامري ما
مرحبا بك مس. والله مس صغيرة الفنانات كاملات جاينا هولوني كامل هولون سين عندي يا قر مس صغيرة. ديك الساعة كنت لين ينادى والدي يعطيه الرحمة والغفران نمشي معاه الشورى الندويات كنت نحامر عليا متاع مرتي الشيت ديك الساعة. هي فنانة ولا مرة ثانية فنانة ولا تعطينا نموذج شوي من القنية اللي كنت تحامر بها عليا ديك الساعة؟ والله والله ما في مشكلة راهي طالبة بعد من السباحة لأني نحامر على قد نيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اخترت احسن انت فيك الحين نعيد لك هذا ما يقدر قال لي زين والله ما نمشي يعني ما نخلي غير زين هذا زين هذا زين هذا كنت تقني مس صغير هذا زين حتى رانا مقدمين التحيه للفنانين موريتاني كاملين مقدمين التحيه العليا نتاع مرت الشيط ايوا شو درك لنوصلوا لشيء هذا قصي شرحنا والله أصلاً لا بد أن من يجواه في أول قصة ولا نجواه اختتام ولا نمر نجواه مولي وسط وظهر المولانا لأنها لا جوا الوسط طرق هاي قصيدة أصلاً أقلنا إليها والدينا ووالديهم يخبطوها الشيخ رحمه الله في نيويورك ولا قطع أنا مناسبة ولا شيء لا نحن نمر فنان يمتوف يسوى كل شيء فنان نحن فنان الشيخ رحمه الله وحيدرة وحيدرة بنت مولي وذاك اللي خبطوا لك قصة الشيخ رحمه الله وتقلوا لي بحالات ويدموا لي يجد يبقون فيها شيء وتوف ويدو ضغط الشيخ رحمه الله أو قصة الشيخ رحمه الله هذا فيها شوية مولي من عيد إيه القصر القصر كامل القصر كيف تيد وذاك وذاك كامل الحمد لله معنا جاء إلي كامل يقل بعد ذاك كامل يقول أنت طبعاً أنا ماذا Yeah.
Bora!
كي هذا الابداع يا خوتي شنو؟ يبا مرحبا بك سهلا معنا على مائده برنامج بيوت الفنانين. يبا اللي لا يتخبط النظرك شنو؟ هاي طارين قالها. كان عمي يرحمون بابا يعني يعد الباند اني نيت الحاجة اللي بدنا نقعد حتى انت راقد نقوم بلاتنا هو نيانا هيته قال تارا ولأنه كان عمو الله مرحمه له مغفر له يلوله حمل بابا هو المعلم تجلس وقال أنه كان يلوله حتى الآن شطر قادوا أنه يقوم به أستهل هذا وقالنا يا ماشي بأروق وماشي بدمه ولا يجد أدى المقابلة ما حضرها وعلى كل حال لنفيد أنا مولي بشوي هون لنفيد أنا شوي مولي هون ونختار نقوله اللي تلفز الموريتاني الجاسرة ونختار نوجه الشعب الموريتاني ونقول حمد مولانا شاكرينو نحن أولاد بابا جمهورنا اللي في الداخل واللي في الخارج أرانا مسلمين اليوم كاملين ومسلمين اللي الموريتاني كاملين سرتوا في هاي المرحلة ذي هي اللي قال مرحلة الوحدة الوطنية هذا لا شيء من الوحدة الوطنية الله. هذا شيء يعطي أننا خليك يعطي نقوله ذا قاعد نقوله حلفناني لا رصي
لكن صحفيين يوصلوا مثلين جرى شوي مثلين جرى شوي في هالبيت. نحن ما فيها العين كحال العين ما قد فرق من بياضها. نحن أمة واحدة وجمهورية إسلامية أمة واحدة، وهذا ينعت أن أمة واحدة قاون لكلنا، وحنا الحمد لله هذه نعت الوحدة الوطنية. وراجل عن مولانا دائما عن مولانا يوافق الموريتان ويخلينا بلادنا ويأمنا ما فينا لقيت سبعان ثاني، ويفكنا من مشاكل ويفكنا من كل شيء وتفكك. هذه الدولات اللي رأيهم في الخارج حتشافوا ما يختل موريتانيا يرطلوا لكم شيء زين وتم وحدة وطنية لفهم. وحمدي مولانا وشاكر وهذا نجره أراني هادي. أنا أولاد بابا للشعب الموريتاني، للشعب الموريتاني أراني مهادين وهذا نجره. مرحبا بكم سنة. وهذه هذه أنا وهذه يا شريف انت بس عندك الزي الليلة. هذا الزيد لابس الليلة نأت الوحدة الوطنية، نأت أنك شرقاوي، ونأت أنك شريف من شريف من لحنا، ونأت أن ولي جمع أنقارة كاملة. إلا بقيناها لبسوها متبيضة، ولا بقيناها لبسوها بستكورة، ولا بقيناها لبسوها كامل. شكرا لكم. يا وني 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 نختار لك السادة المشاهدين على اني مرحب بنجوم الفنانين اللي انضموا لنظرك اللي هو قلي والمحمد المبابا وعلي الشيخ والمحمد المبابا، شاكرينهم على انضمامنا وراء الكاميرا. احنا نظرك له شلاي تخبطون هذه خبطنا خبطوارك ان قال له دقبة دقبة اصلا يقول ابو مبارك دشرة كبيرة والله شيء كبير والله كليفة كبير والله الشيخ كبير. قال احنا مشينا بها في دقبة إن قال هذا أنا الدشرة الكبيرة وهي خلطة مشات لدقبة. أخوته ولاد بابا
والله اللسكي والله اللسكي ما قد قال بابا هذا زين تفضل هذا زين حتى بنا قال قلنا قال قال دقبه اي دقبه دقبه هاي قطعه دقبه هاي كانت تقولها كانت تقولها فاطمه صفو اي وهاي خبطه قالها دندره دندره اصلنا هالمصنع والولاته والنعمة فهم هو أرحى تبار يقول قلنا اللي واذنا ويخبرت أصحابه صرف عنده صاحبي الله مرحم له ما شاء له أخرنا ينقال له خد الله مرحم له ما في له خد سلمه لكن كان سبيسيا لرقص واحد في النعمة لهذا هاي خطة ما شاء له هو ينقال الدندير يقول لي إخبار يبا إن شاء الله وقالنا حين إن شاء الله ونتابع لكم ذلك سمعوا لها يا وني غوسيني دنداري غوسيني يا وني تاريدا ماماري جالو تاريدا المشاهدين على الخبطة اللي لا يخبطونها المبابا ولا يعدلن عليها المبابا حركات وقالهن ذاتي وخاصة بهم هما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذاتي هذه هاي الخبطة أنا مولي كيف اللي قال هو كان أمي الله مرحم له ومغفر له والد هو ينقاله بكر شيخ والمبابا هو حمل المبابا هو زاد قال لنا أمو أني نهرو تارة حتى أنا مولي كان عمي مولي الوحيد يقبل تجيني في الله جه ويخبط على زتي ورقص لي عنده ولي حالات بكر شيخ ولن باب خو حمل باب الله مرحمنا وفيله حتى مولي أنا مولي نهرو لي لك ولا بد أن عنده حالات وين زتي إن إحنا ولاد باب والجايب له خبطينه ونخت
ولا حتى الجمهور في الداخل والخارج يشوفوا نزاتي ومرق من الخبطة خبطينا هنا وهل من باب القص نولا تنعت لنا حركات إن شاء الله. لا إله إلا الله أنا جايب لله وأنا جايب لله لا إله إلا الله أنا جايب لله أنا جايب لله أنا جايب 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 أنا جايب لا إله إلا الله تايب لله تايب لله تايب لله تايب لله أنا تايب لله أنا تايب لله أنا تايب لله تايب لله أنا تايب إيه دراما أنا تايب لله أنا تايب لله والله هذا الإسك هذا الإبداع هذا الإبداع إيش وصيت مع ذاتي نزاتي سلام أنا تنهو أنك ما قلت لك لأن أمي الله مرحم له ينهو أنك هاي نزاتي وكان هاي الحالة عدتها أنا جابرة عند أمي شفته يعدلها أنت فنان مبدع تبارك الله هو اللي لعنا خبطوا أرك شنو هاي اللي نخبطوا سلام خبطة روحوا بها مالي كنت نودوا أرسكي أنا كانت متروقة وفنانين يجروا يمشوا يأيدوا الفنان يجلس لأروس وصحاب الإليس يجيوا مرقهم يقولوا الأروس وكيد الأروس جابروا أصحاباتهم وماشيين بها يخبطوا لها خبطة أو عادة ماشي كده برقة هنا وإلينا إن شاء الله عليهم إذن نقول لها خبطة يقال لها خبطة يشوفها نقال لها أهل الديدة أكسا ساقة يا الديدة وأهل كبت أيدة بنت بكي يا أهل الديدة أكسا ساقة يا الديدة وأهل أكسا ساقة وكيف سمعت الوضع سمعت الوضع الله لسك كانك خرص خرص وتهز راسك من هذه القرية اللي هتقني النظر هاي القناين قال لي جيتم با وانيني هاجت هذا جمهوري كاملي مواطنين موريتانيين قناين زينة عندي صرني قولي في المناسبات زينة عندي
راني تقولي عمتي يعطيها الرحمه والغفران ان شاء الله ورضوان، وانا زينه عندي ونقولها امي زينه عندي وراني ملحقه سالم. بابا شنو هي الكلمة الأخيرة اللي تبقى تقدم معنا في هذا البرنامج؟ نقي نقدم لكم انتم البرنامج بعضي. أولا أن هذا البرنامج زين عندنا وجبتني ليلى شريفي الغالي هو الأولاد إيش مدخل كراطة زين عندنا هاي الفنانين بيوتهم وهذا المشي قال فينا أولا وحتنا ونأت أن ما أنا مأزولين ونأت أن مولي موريتاني حقيقيين وهذا قال فينا شريفي وقال فينا في تلفزيون موريتانيا اللي داروا كنت في هذه المرحلة اللي هي وراجي أنا والمباب عن تلفزيون موريتانيا يديروا فوق ذا كامل هذا نوع هو زين عندي أنا وزين عند حنا موريتانيا في الداخل والخارج اللي راهم شعبيتنا من السعودية إلى النعمة أراهم شافوا هالمبابا ليلة أراهم تنهول بتقرأ وشافوا هالمبابا أولا شافوا مبابا ومحمد والمبابا الملقب والمبابا وشافوا يبا والبكر شيخ والمبابا الملقب والمبابا وشافوا حينا من تنبابا الملقبة من تنبابا وحينا هذه اختي أعجبتني بأصحابها كاملين وفنانات كاملين أعجبتهم وأعجبتهم ورانا هذه خبطارك لنا وهذا حينا قالت لي نتكلم عنها قالت لي هذه خبطارك للخبطرون إن قال الجنب أراي ملقتها القربي وملاحظة منيتو وملاحظة الفيروس وملاحظة الفنانيات كاملات بولي هذا قلت حين أصحابات بنا دائما معها في حفلات وأجبتهم وأجبنا وجزا الله خير وراح أراني أنا من بابا ملاحظة الفناني موريتاني كامل طيب هي الموريتاني قاع كامل لكم الله وسلم ولا يتخبطوا هذا جمانيا تجولا
تسكي. مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا سوى أن نودعكم ونودع ضيوفنا الكرام، وعلى رأسهم الفنان المتميز مبابو المحمد المبابو الملقب المبابو. كان معنا العازف الفنان يبو البكر الشيخ والمبابو الملقب المبابو، وكانت معنا الفنانة المتميزة والنجمة الصاعدة حين منت محمد المبابو الملقبة منت مبابو، وكان معنا جمهور متعدد. وهذه تحياتي محمد السلك لسيدنا والمولاي الحسن، وشكرا.